مرحبا وأهلا فيكم. اليوم رح نضل بحادثة الكلية الحربية للأهمية. امبارح حكينا في الدلالات من هو المستفيد، ماذا سيترتب على هذه الحادثة. اليوم الحقيقة بعد مضي 24 ساعة المعلومات اللي تسربت، المقاطع يعني القليلة جدا عن الحادثة، في علامات استفهام كثيرة يجب الإجابة عليها حتى نصل إلى هوية الفاعل الأساسي. الحقيقة الحدث يلف الغموض بشكل كبير. ما رح أحكي على موضوع المسيرة، هذا الموضوع أشبع يعني في وسائل الإعلام ومدى المسيرات التي تمتلكها الجهات المعادية في الأطراف لمدينة حمص، أنه ما في مسيرة تمشي 120 أو يعني تطير لمسافة 120 كيلومتر من هذا الكلام. هذا الموضوع طبعا هو يتساءل مشروع ويجب أن يكون من الأساسيات، يجب أن ننتظر جواب من هو الفاعل وكيف يمتلك هذه يعني الطائرات المتطورة. ولكن الحقيقة في شيء أهم من هيك لازم نحكي فيه، وقبل ما نحكي بالتفاصيل لازم يكون عندنا تصور كيف عادة تجري يعني مراسم حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص. رح نرجع للسنوات الماضية بصفحة وزارة الدفاع نفسها، إذا بدنا نراجع السنة الماضية على سبيل المثال، في منصة رئيسية، طبعا المكان مكان كبير، ساحة كبيرة تقريبا قد ملعبين كرة قدم إذا بدنا نتخيل الواقع، في منصة رئيسية ويتصل بها منصات ملحقة أو يعني اتساع لهذه المنصة، عادة تضم الضيوف في هذه المناسبة، الضيوف هن من أهالي الطلاب الخريجين. هذا من حيث المكان. سير الدورة بيدخل الطلاب بتشكيلات معينة، بمروا من قدام المنصة، وأيضا بحسب يعني المشاهد من السنوات الماضية ينتهي الموضوع بأداء القسم، بعدين بنشوف في توزيع للهدايا مثل ما شايفين على الخريجين الأوائل. أيضا يتم تقديم درع الدورة لممثل القائد العام للجيش والقوات المسلحة اللي هو بشار الأسد. الممثل القائد العام بيكون عادة وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو اثنيناتهم بيكونوا حاضرين. بعد ما يتم تسليم يعني درع الدورة لممثل القائد العام ببلشوا بالعروض الرياضية والعسكرية على الأرض، وأيضا يتخلل هذه المراسم عروض في السماء للطائرات الحربية. لازم هون يعني نتصور الوضع أصلا، يعني صورة واضحة على الشاشة للمروحيات، وأيضا هناك إنزال مظلي. يعني هالحدث الكبير أول شيء الحضور بالمنصة هن كبار الضباط في الجيش العربي السوري، وأيضا بيكون في مسؤولين مثل المحافظ على سبيل المثال، وبيكون أيضا في ضيوف أجانب يعني من الضباط الجيش الحلفاء مثل الملحق يعني العسكري الإيراني والروسي والصيني، ممكن يكون من غير بلدان. يعني لازم تكون المنصة والمنطقة مؤمنة كافة الجوانب على الأرض وفي السماء. أول شيء الحضور مهم جدا، يعني نخبة ضباط الجيش السوري والمسؤولين، في عروض على الأرض وفي عروض في السماء، فما المفروض يكون في أي خرق لهذا الحدث أساسا. من الصعب، وبالسنوات الأخيرة مثل ملاحظين صار في عادة لتصوير الحفل من فوق من السماء عن طريق طائرات الدرون. هذا لحتى نحطكم بالصورة، يعني نشوف قديش صعب تخترق مسيرة كل هذا وتقوم بقصف المكان. هلا يتم انهاء يعني مراسم الاحتفال مثل ما شايفين، ويتجهوا الطلاب الخريجين الى للقاء اهاليهم. الملاحظ كان في مقطع الفيديو الوحيد المسرب انه الاستهداف كان للمنصة الرئيسية، يعني الأدخنة كانت عم تطلع من المنصة الرئيسية، فيما لم يعلن عن إصابة أيا من الضباط اللي كانوا موجودين أو المسؤولين اللي كانوا موجودين في المنصة، وهذا يعني بيدلل أنه القصف صار بعد مغادرة المسؤولين الاحتفال وبعد الانتهاء من الاحتفال تماما. يعني هي أول دلالة لازم ناخدها بعين الاعتبار. وهون لازم كمان في سؤال كبير، يعني إذا كان الهدف توجيه ضربة للنظام، لماذا لم يعني يتم هذا الاستهداف أثناء تواجد المسؤولين في المنصة؟ ليش تم ضرب الاحتفال بعد ما غادروا المسؤولين المكان؟ والسؤال الأهم الحقيقة أنه نحن كل التحليلات ويعني ما علمناه عن طبيعة الاستهداف هو بمقطع صغير لا يتعدى
41 ثانية تم تسريبه عن الاعتداء، فيما غابت كل كاميرات التلفزيون الرسمي سانا وزارة الدفاع كما كانت هي العادة، يعني كانوا يصوروه فول اتش دي ويتم عرضه وتقديمه. المفروض يكون في كاميرات التلفزيون السوري في المكان، أنا بتوقع لازم تكون هي موجودة، وكاميرات وزارة الدفاع ووكالة سانا لتقدم لنا الرواية واضحة، يعني ما تقدم لنا الرواية من خلال هذا المقطع يلي فيه حوله كتير من التساؤلات. هذا هو المكان، مكان اللي صار فيه الحادثة، الساحة اللي تم فيها الاستعراض. المقطع الوحيد المسرب أو اللي تم تداوله هو لرجل، أول شيء بيعطينا صورة للسماء، ربما الإيحاء بأنه يعني الاستهداف جاء من السماء، ومن ثم يهرع أو يجري باتجاه المكان، مكان وجود الضحايا المفترضي. ومن خلال الكاميرا منلاحظ، إذا بدنا ناخد شيء تمثيلي، طبعا نحن ما فينا نبث التقرير على اليوتيوب أو الفيسبوك لأن ممكن يحظروا التسجيل. عموما بالكاميرا أنا رح أحطلكم التسجيل على التليجرام يلي ما شافه لسه، ولكن منشوف بعد إعادته عشرات المرات بالحركة البطيئة، منشوف بداية ظهور للمصابين يعني على بعد 60 أو 70 متر من منطقة الاستهداف يلي هي منطقة الرئيسية أو المنصة الرئيسية، فبيظهروا على هذا الشكل، ومن ثم تبدأ الأعداد بالتزايد كلما اقتربنا من المنصة. ومعظم الضحايا الموجودين الحقيقة في يعني محيط المنصة الرئيسية وما نبعيدين كتير عنها. يلي لفت نظري وجود هذه السيارة بهذا الشكل بهذه الوضعية قريبة من المنصة، ما بعرف شو يعني وظيفة هذه السيارة في المكان، سيارة نقل عسكرية كبيرة، بينما يغيب وجود أي من سيارات الإسعاف أو الإطفاء، يعني كان هذا جدير بالاهتمام والتساؤل، بمعنى أنه في سيارات قادرة أو دخلت إلى المكان، لأن أكيد هي السيارة ما كانت هون قبل القصف لأن هي في مواجهة المنصة الرئيسية. في ظل وجود ضحايا الموجودين مثل ما شايفين والتوزع، تقريبا هذا هو التوزع في الفيلم المسرب أو في المقطع المسرب، نشوف وجود السيارة الغير مبرر. أيضا الحقيقة أنه معظم اللي كانوا مصابين على الأرض ومعظم المصابين ما كانوا من طلاب الخريجين، كانوا من المدنيين. لاحظنا وجود الحقيقة 3 مصابين من طلاب الخريجين من خلال الفيلم نفسه، رح أطلكم بالثانية إمتى بيظهروا. بيظهر واحد منهم في الثانية 44 من طول الفيلم، الثانية 44 و20 جزء من الثانية، وبيظهر 2 منهم في الدقيقة 1 و16 ثانية و13 جزء من الثانية، يعني اللي بده يشوفه مباشرة. هدول الوحيدين اللي بيظهروا مصابين على الأرض ولابسين لبس الطلاب الخريجين، بينما جميع المصابين في المكان هن من المدنيين. وأيضا نلاحظ وجود سيارة بيضاء في المكان مرة تانية، يعني غريب وجود سيارة شحن سيارة مدنية بدون وجود أي من سيارات الأطفاء أو الإسعاف. يعني عادة أول من يهرع إلى المكان هن سيارات الإسعاف، خاصة أن المشفى العسكري ملاصق تماما للكلية الحربية مثل ما بتشوفوا على الجوجل إيرث. أيضا كان في المكان يعني مجموعة من الأشخاص اللي يبدو أنهم يتفقدوا الضحايا، يعني يمضون في كل اتجاه في نوع من الاضطراب. والمستهدف حقيقة يعني بعد فحص الفيديو عشرات المرات ما في أي حفرة في المكان تدل على وجود قصف صاروخي، يعني هون في سؤال كيف أصيب هؤلاء. المستهدف حقيقة كان هو المنصة الرئيسية، يعني نحن الأدخنة والدمار واضح تماما في المنصة الرئيسية، ولكن لا يوجد أي دمار أو آثار للقصف على كامل أرض الساحة التي تم الاستعراض فيها وتم استقبال الطلاب الخريجين ولقاء مع الأهالي. فهي المشاهد يلي وردت في مقطع الفيديو. هنا في مجموعة من الملاحظات يلي هي ترتقي إلى مستوى الأسئلة لازم نحن نجاوب عليها. هلأ نرجع نركز الملاحظات لهذه المشاهدات أو حول هذا المقطع الوحيد المسرب. مثل ما هو واضح معظم المصابين من المدنيين.
ثانيا في يعني منتشرين على مسافة واسعة، وان كان مركزين معظمهم في مكان واحد، ولكن شفنا انه هن منتشرين تقريبا على مسافة 60-70 متر، لحتى نتصور كيف عملية الاستهداف صارت. يعني كان في ناس على المدرجات، كان في ناس على الأراضي قبل 60 متر من المنصة بحسب ما تم القياس بالحركة البطيئة والمقارنة مع جوجل إيرث. فهذا الانتشار على هذه المساحة، المفروض أنه من صور المقطع وهرع للمكان فور حصول الحادث وصور لنا ما جرى، كيف وصل هؤلاء إلى هناك، وفي منهم طبعا عازين على الحركة. يعني هذا الموضوع أيضا لازم ناخده بعين الاعتبار. الحقيقة الأهم من كل هذا، في ملاحظة جدا مهمة، أنه الأعداد اللي كانت في المقطع المسرب قليلة، لا تتناسب مع الحشود التي كانت في المكان. يعني إذا عديناهم عطيناهم يعني الحد الأعظمي، ممكن نقول بين المصابين ومن كان يعني يتفقد المصابين ما بيتجاوزوا 100 شخص. أين ذهب باقي، أين ذهبت باقي الحشود؟ لأن احنا إذا بدنا نتصور السيناريو التالي، أنه مئات الطلاب من الخريجين ركضوا باتجاه أهاليهم للقاء كما كان يجري في سنوات سابقة، ومثل ما عم تشوفوا بالشاشة، فالمفروض أنه الساحة تضم المئات، يكون في حشود. هلأ إذا حصل أي اعتداء من الطبيعي أنه الناس تتفرق لا شك، ولكن بعد انتهاء الاعتداء الناس بدها ترجع لحتى تتفقد مين من المصابين، من أقاربة، من معارفة، تحاول تنقذ، تحاول تساعد. ولكن نحن بنشوف أنه الساحة فارغة تقريبا، ما عدا وجود العشرات من الأشخاص أمام الساحة، العشرات من الأشخاص أمام المنصة الرئيسية وفقط، وباقي الساحة فارغ. أين ذهبت كل هذه الحشود؟ فعمليا الحقيقة هذا السيناريو اللي تم تقديمه ما هو مقنع. المشاهد اللي شفناها غير كافية. أنا برأيي كل هذه الأسئلة يتم الإجابة عليها من خلال عرض تسجيلات التلفزيون الرسمي وكالة سانا ووزارة الدفاع. لا شك أنه كانوا عم يصوروا، إذا ما كانوا عم يصوروا هي علامة استفهام وتعجب كبيرة، لماذا لم يتم تصوير الحفل كالعادة؟ مثل ما شفنا الحفل يتم تصويره من البداية حتى النهاية، يعني حتى لما بيركض الطلاب باتجاه الأهالي بيركضوا معهم الإعلام، وبيكون في كاميرات موجودة في المكان، حتى ما تم الإعلان عن مقتل أي إعلامي من التلفزيون السوري، لحتى نقول أنه كان في مكان الحدث وتم قصفه، ما كان في أي صور أصلا من التلفزيون أو بثت بشكل رسمي من قبل الدولة السورية لما جرى في المكان، هذا المكان الذي احتشد فيه الضباط والمسؤولين وممثلين السفارات أو الملحقين العسكريين. كان من المفروض مثل كل سنة يكون في تصوير أنه يعرض الحادث، تعرض هذه المأساة من خلال كاميرات الرسمية نفسها، لحتى يلغوا أي يعني إمكانية للتكهنات أو التشكيك فيما جرى. على كل ما صار شيء، نحن طرحنا هذه الأسئلة، بتوقع هي أسئلة مشروعة، ونأمل بأن يتم عرض التسجيلات الأصلية بالكاميرات الرسمية لما حدث، لحتى يتم الإجابة على كل هذه الأسئلة، ويساعدوا الأهالي أولا والسوريين عموما للوصول إلى هوية الفاعل الرئيسي. هلا قبل ما سكر الحقيقة كان في مقطع تاني ما تم نشره على نطاق واسع، ما كتير رح أنا يعني فصل فيه، مقطع قصير جدا لا يتجاوز 40 ثانية، بيظهر نفس المكان ولكن الحقيقة بغير ترتيبة للمصابين أو الجسس الموجودة. كان في جسس يعني متنفخة، واضح أنه يعني أنا طبعا هون بسأل مساعدة الأطباء الشرعيين في تحليل هذه الصور، ويعني كأنه هو مشهد آخر في نفس المكان لنفس الحادثة. كان غريب الحقيقة هذا المقطع يلي تم نشره على نطاق ضيق للغاية ما شافوه كل السوريين. أيضا رح حاول حط لكم إياه على قناتنا على التليجرام في سوريا نيوز، حط لكم رابط في صندوق الوصف بانتظار ملاحظاتكم وتعليقاتكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.